مرحبا بكم في قناة أخبار الرياضة. في جديد أخبار اللاعبين المحترفين من أصول جزائرية في مختلف الدوريات الأوروبية، نسلط الضوء اليوم كما جرت العادة على موهبة جديدة ينشط هذه المرة في منصب حراسة المرمى، ويتعلق الأمر بالحارس الشاب مارفين زينجا الذي سبق له أن كان الحارس الأساسي في صفوف المنتخب الفرنسي لفئتي أقل من 17 و18 سنة، بالإضافة لكونه حاليا الحارس الأساسي لصفوف المنتخب الفرنسي لفئة أقل من 19 سنة. هذا الحارس الشاب من مواليد سنة 2002 بفرنسا، أصوله جزائرية من جهة الأم، في حين أن والد اللاعب فرنسي من أصول كونغولية. تكون الحارس مارفين في مدرسة تكوين نادي لوهافر الفرنسي. طوله 1.87 سنتيمتر ووزن اللاعب 70 كيلوغرام. تألق بشكل كبير وخطف الأضواء مع نادي لوهافر، مما جعله يحجز المكان الأساسية في صفوف المنتخب الفرنسي في مختلف الفئات العمرية. كما أن تألق هذا الحارس الشاب جعل من نادي أونجي يسارع للتعاقد معه في سنة 2020، أين أمضى معه على أول عقد احترافي يمتد لمدة 3 سنوات، أي إلى غاية سنة 2023. وقد سبق لهذا الحارس الشاب أن نشر صورة له بقميص محاربي صحراء عبر حسابه الشخصي في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا فخره الكبير واعتزازه بوصوله الجزائرية. كما يجدر بالذكر بأن الحارس مارفين يعتبر الحارس الأساسي للفريق الثاني، أي فريق الرديف لنادي أونجي، وشيء الأكيد بأن حزه لمكانة أساسية في صفوف المنتخب الفرنسي للفئة الشابة يبين بأن هذا الحارس الشاب يمتلك الإمكانيات الكبيرة. فكل التوفيق للحارس مارفين في عالم الساحرة المستديرة. سلام.